التحدي الأول كان على صعيد إنشاء البنية التحتية للمركز، والمركز ليس مجرد غرف أو غرف عزل كما هلأ نحن نرى في هذا الطابق. المهم هو النواحي التقنية والميكانيكية الهامة لغرف العزل لتأمين العقامة التامة للمريض أثناء وجوده في غرف العزل. ولدينا طابق خاص بالخدمات، وبالطابق أعلى هذا الطابق مجهز يعني يبدو حتى كالمصنع، فيه كل الأمور التقنية المتطورة والتي تم تأمينها عن طريق الشركة التي نفذت هذا المشروع وهي مؤسسة دياري. الحقيقة يستقبل المركز زرع الخلايا، يستقبل الأطفال من عمر الشهر لعمر 14 سنة حسب الاستطبابات، من مرضى الأورام، مرضى فقر الدم الانحلالي، أمراض نقص المناعة. طبعا المركز بيضم عدة وحدات، وحدة زرع الخلايا الجذعية بالخاصة اللي بتضم 5 غرف خاصة بالزرع، كل غرفة تتسع لمريض مع مرافقه. تمام، مريض الزرع مريضنا مريض له خصوصية خاصة، مريض ناقص المناعة، مناعته تقريبا صفر، يحتاج لعزل تام. طبعا هالغرف العزل مجهزة بكافة تجهيزات لتحقيق النقاوة التامة ضمن الغرفة لتنقيط الهواء بوجود وحدات المعالجة الخاصة لكل غرفة خاصة بالزرع. بعد أكثر من 15 سنة أخيراً تمكننا من إتمام هالإنجاز الطبي والوطني الهام اللي يمكن البعض ظنوا أنه غير ممكن تحقيقه بسبب الظروف الحرب والحصار، وخاصة أنه التجهيزات الطبية الأساسية أو البسيطة هي ممنوعة علينا والحصول عليها صعب وطويل مثل ما بتعرفوا. فكيف إذا كان الهدف مركز طبي متطور ونوعي؟ بس مع الإرادة ما في مستحيل، وبجهود حسيسة من جهات مختلفة اشترحنا الحلول وفكينا الحصار عن حالنا واقتربنا. وسمعت هلأ من شوي أنه عم نحكي بأسابيع، ما عاد عم نحكي بأشهر، اقتربنا من افتتاح أول مركز لزرع الخلايا الجذعية للأطفال بسوريا.